السلام عليكم. اليوم نشرح لوبيتال رول وش وقت نقدر نستخدم هاي القاعدة. نبدأ بالتسمية. التسمية اكو بعض يسموها لوبيتالز رول بدون هاي الاس الحمراء، والبعض الاخر يسميها لوسبيتالز رول. انا اشوف اللوبيتال كلمة لوبيتال اسهل، بس القدماء يحبون يسموها لوسبيتالز رول. مهم، مو مشكلة، مهم انه تعرفون هذا نفس الموضوع اذا سمعتوا لوبيتال او لوسبيتال. تمام، شنو شو تقول لي هالقاعدة؟ هسه ذني الأسئلة يحقق عن الشروط مال الاستخدام. الشروط مال الاستخدام راح أحكيهن ورا ما أحل هذا السؤال، بس حتى نفتهم شنو القاعدة وبعدين نعرف شروط الاستخدام. أول شي هالقاعدة شو تقول لي؟ إذا عوضت الإكس بالدالة، يعني أول خطوة اللي هي التعويض، وش يطلع لي؟ هسه هنا إذا عوضت ساين الصفر، ساين الصفر صفر، وعوض بدل الإكس صفر صفر على صفر. هذا إذا طلع لي صفر على صفر يعني أقدر أستخدم اللوبيتالز رول. هذا الشرط الأول صار عندي، تمام أقدر أستخدم. زين هي القاعدة شنو هي؟ القاعدة تقول لي تقدر إذا طلع لك صفر على صفر أو إنفينيتي على إنفينيتي أقدر أشتق البسط واحد وأشتق المقام واحد وأحل، راح يطلع لي نفس الليمت. يعني هذا السؤال إذا أريد أحله باللوبيتالز رول إيش أقول؟ ايش يحطون على السهم all h مرات. تمام، هسه اذا اريد احله باللوبيتالز رول شو اقول؟ ليميت الاكس يقترب الى الصفر، شو اقول؟ اشتق البسط. شنو مشتقة الساين؟ الساين اعرف مشتقتها كوساين، والاكس مشتقتها واحد. فايش يكون عندي هسه هنا سؤال؟ يكون عندي مشتقة الساين كوساين اكس على المقام مشتقة الاكس واحد. هسه اذا اعوض الصفر ايش يطلع لي ويساوي؟ خلينا نعوض، كوساين الصفر واحد، مو صحيح؟ وهنا أنا هو اصلا واحد، فواحد على واحد ويساوي واحد. اذا الليمت للاكس يقترب من الصفر للساين الاكس على اكس راح يساوي نفس الليمت مال هاي الداله، مشتقة البسط مشتقة المقام. ما استخدم قانون القسمه هنا، لا، ما اقول القانون مال قسمة مشتقة القسمة، يعني المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع، لا، اشتق المقام واحد والبسط واحد. هذا كل اللي باللوبيتالز رول. زين ايش وقت اقدر استخدم هاي القاعدة؟ بحالتين فقط، اذا كان عندي عوضت وطلع لي صفر على صفر و إذا عوضت وطلع لي إنفينيتي على إنفينيتي. زين إنفينيتي على إنفينيتي مو شرط الإشارة، يعني ممكن هاي تكون مو سالب وممكن هاي تكون موجب، وممكن هاي تكون سالب وممكن هاي تكون موجب، يعني المهم إنفينيتي على إنفينيتي ما تهم الإشارة، إشارة الإنفينيتي ما تهم. تمام، أقدر أستخدم هاي القاعدة. وبعض الأسئلة من عوض ما يطلع لي صفر على صفر أو إنفينيتي على إنفينيتي، يطلع لي مثلا صفر في إنفينيتي أو أحدى من indeterminate form. indeterminate form اللي راح اشوفكم اياها بنهايه الفيديو. ومهم هسه كبدايه هذين القاعدتين غالبا الدراسات اللي بعدهم بالبدايه وداخلين على هالموضوع، فذني بس اللي راح يستخدموهن. اذا يشوفون ذني الحالتين يقدرون يحلون باللوبيتال رول، واللوبيتال رول تسهل كلش، تسهل الحل، يعني اسهل بهواي من الطرق السابقه. اذا جربت تطبق بالسؤال وطلع لك صفر على صفر وهو ما جابرك يا طريقه حل، فرأسا امشي على لوبيتال لان كلش سريعة وسهلة. خلينا نشوف هسه هذا السؤال. هذا السؤال يمكن ممكن يعني ينحل بغير طرق، بس هنا أنا اجي اريد احله باللوبيتال رول، شو اقول؟ خلي اشوف اقدر احقق اللوبيتال رول تشتغل عندي لو ما تشتغل، فاعوض بدل كل تي واحد ونشوف ايش يطلع لي. شبك هنا عندي خمسة في واحد، خمسة في هنا واحد عندي تربيع، مو صحيح؟ 5 تي تربيع ناقص 4 تي تربيع، يعني هم 1 تربيع ناقص 1 على 10 ناقص 1 ناقص 9 في 1 تربيع. تمام، هنا عندي 5 موجب 5 وهنا ناقص 4 ناقص 1 هم ناقص 5، يعني هنا صفر المقام البسط عندي صفر، والمقام 10 ناقص واحد ناقص تسعة، يعني عشرة ناقص عشرة هم صفر، إذا صفر على صفر
هنا اقدر احقق اللوبيتال رول للعلم، اذا طلع لي صفر على صفر يعني ذني ممكن يتبسطا ويكون بهن اختصار او تبسيط معين، او اقدر احله يعني بغير طريقه اذا طلع لي صفر على صفر. المهم هذا مو موضوعنا، هذا موضوع قديم. هسه اذا هنا انا اقول يمكن حلها باللوبيتال رول صح؟ زين شلون خلي اجي اطبق اللوبيتال رول عليها؟ اللوبيتال رول شو تقول لي؟ اشتق البسط واحد والمقام واحد، فايش اقول؟ خلي اقول هنا انا احط سهم واقول ال اتش يعني داخل باللوبيتال رول، تمام. خلي اشتقها، اول شيء لازم اكتب الليمت لان انا بعدني مو معوض، فكل ما يعني اذا يعني طالما انا مو معوضت هي بعدني لازم اكتب الليمت، فالليمت تي اكثر من واحد، طبعا ما تفرق اذا كانت تي او كانت اكس، نفس الشيء هو متغير، شو بدي اسميه اسميه. فايش اقول؟ خلي اشتق البسط واحد واشتق المقام واحد. هسه البسط شنو مشتقته؟ عندي اثنين تي تربيع يعني اثنين في خمسة اللي هي عشرة، والتي ناقص هنا شنو مشتقة ناقص أربعة تي تربيع؟ اثنين في أربعة ثمانية ناقص ثمانية تي، نزل من الأس واحد، والواحد مشتقتها صفرين عاف، تمام. المقام ايش عندي؟ عندي عشرة مشتقتها صفرين عاف، التي مشتقتها سالب واحد، هي سالب تي مشتقتها سالب واحد، والسالب تسعة تي تكعيب مشتقتها يعني ثلاثة في تسعة، راح تصير عندي ناقص سبعة وعشرين تي، أنزل من الأس واحد تبقى عندي تي تربيع، تمام. هسه أجي أعوض الواحد أشوف يطلع لي صفر لو ما يطلع لي، أو يطلع لي ناتج، إذا طلع لي ناتج هذا هو. إذا عوضت الواحد مرة ثانية وطلع لي صفر على صفر أقدر أستخدم اللوبيتال رول مرة ثانية. بس هسه هنا خلينا نعوض نشوف شنو يطلع، يجوز يطلع الناتج مباشرة بدون ما أعوض مرة ثانية. فنقول تساوي بدل كل تي أعوض واحد، فش يصير عندي عشرة في واحد ناقص ثمانية في واحد على سالب واحد ناقص سبعة وعشرين في واحد، فالناتج راح يطلع لي البسط عندي عشرة ناقص ثمانية، يطلع الناتج عندي اثنين، والمقام عندي بي ناقص واحد ناقص سبعة وعشرين يعني ناقص ثمانية وعشرين. إذا هذا الناتج طلع لي الليمت لهاي الدالة يساوي اثنين على ثمانية وعشرين. إذا أريد أبسطها شو صار عندي؟ واحد على أو سالب واحد على أربعة عشر. وبكل بساطة نحل عندي هذا الليمت. هنا عندي الـ indeterminate forms، يعني ذني هنا أقدر أستخدم اللوبيتال رول. يعني أول خطوة إيش قلت؟ ثانية أعوض الليمت، إذا طلع لي صفر على صفر أو infinity على infinity ما يهم الإشارة، أو infinity ناقص infinity، صفر في infinity، صفر أس صفر، واحد أس infinity، وinfinity أس صفر، هنا أستخدم اللوبيتال رول، اللوبيتالز رول، تمام. إذا طلع لي إنفينيتي زائد إنفينيتي إذا الناتج إنفينيتي، ما يحتاج شغل. سالب إنفينيتي سالب إنفينيتي الناتج سالب إنفينيتي، يعني ما يحتاج أشتغل بعد على المعادلات. صفر أس إنفينيتي صفر، صفر أس سالب إنفينيتي إنفينيتي، وإنفينيتي في إنفينيتي إنفينيتي. هنا يقول لي do not use Lopital's rule. وغالبا أنتم كطلاب مراحل كلية يعني مراحل أولية مو ماجستير دكتوراه، هذا اني فقط اللي راح يجنكم، ما راح يجيكم هذا الامور اللي شويه بيها صعوبه وما تفهموها، ممكن بس دني اول اثنين راح يجيكم وتستخدمون لوبيتال رول، واحتمال هاي تجي همين صفر في انفينيتي بها شويه تعديل وتحولها يا اما انفينيتي على انفينيتي او صفر على صفر. موضوع كل سهل ان شاء الله، وشكرا.